دعيت كارين إلى حفل أقامته الشركة التي تعمل بها. أحضرت ميا مديرة الشركة مجموعة من المغلفات المتطابقة وقالت: وضعت بنفس الجائزة الكبرى في واحد من هذه المغلفات، وهي دعوة لرحلة إلى بالي، لكن لا تقلقوا، تحتوي المغلفات الأخرى على جوائز ترضية جهزها شركاؤنا. هل يمكنك مساعدة كارين في الفوز برحلة إلى بالي؟ يوجد على هذا المغلف أثر لأحمر شفاه، وتضع ميا أحمر شفاه بلون مماثل. قالت ميا أنها أغلقت بنفسها مغلفا واحدا فقط، وبالتالي لابد أن الجائزة الكبرى هنا. وأخيرا جاء اليوم المنتظر لسفر كارين إلى بالي. طلبت الفتاة سيارة أجرة للذهاب إلى المطار، فوجدت أمام منزلها 3 سيارات أجرة متطابقة، لكن كان من بين هؤلاء السائقين سائق واحد يمكنه اصطحاب كارين في رحلة آمنة. هل يمكنك تخمين من هو؟ إطار السيارة الثانية مثقوب، وسائق السيارة الثالثة مستذئب. انظر إلى مخالبه، وانظر إلى القمر، إنه بدر. سرعان ما سيتحول الرجل إلى مستذئب، لذا على كارين اختيار السيارة الأولى. كانت أمتعة كارين ثقيلة جدا، لهذا اتجهت إلى موظف الصندوق لدفع رسوم الوزن الزائد. لا، اختفى حامل بطاقتها المصرفية. سألت كارين 3 أشخاص كانوا يقفون في مكان قريب وقالت: هل رأيتم حامل بطاقة مصرفية وردي اللون؟ قال عامل النظافة: عثرت اليوم على محفظتين مفقودتين، لكن لا يبدو أن أي منهما تشبه محفظتك. وقالت موظفة الصندوق: كنت مشغولة مع مسافر آخر ولم أنظر من حولي. وقال مسافر آخر: لا تضيع الوقت يا عزيزتي، قومي بحضر بطاقتك بأسرع وقت ممكن. من سرق المحفظة؟ لم يسرقها أحد، وضعتها كارين في ثانية قبعتها ونسيتها هناك، هل تراها؟ عندما صعدت كارين على متن الطائرة، طلب منها المضيف تبديل مقعدها مع راكب آخر. يمكن لكارين اختيار أحد هذه المقاعد 3، هل يمكنك مساعدتها في تحديد الخيار الأفضل؟ يملك هذا الرجل ساقين طويلتين جدا، لذا قد يزعج كارين طول الوقت بركل ظهر كرسيها. الخيار الثاني بجوار هذه السيدة الأنيقة، لكنها تسرق المال من مسافر آخر. ربما الجلوس بجوارها لساعات طويلة ليس فكرة جيدة، ويوحي مظهر الرجل الثالث أنه مصاص دماء، لكن هذا غير صحيح، هذا مجرد زي. يجلس الرجل بجوار النافذة ولا تزعجه أشعة الشمس، وهذا ما يجعله الخيار الأفضل. وصلت كارين إلى أحد الفنادق الفاخرة في بالي. عرض عليها المدير أفضل 3 أكواخ لتختار واحدا، لكن كان من بينها كوخ واحد آمن. هل يمكنك مساعدة كارين على اختيار الكوخ الأمثل؟ لا يوجد للكوخ الأول باب، ما سيجعل كارين هدفا سهلا للصوص والبعوض، ويوجد عقرب تحت سرير الكوخ الثالث، لهذا عليه اختيار الكوخ الثاني. قابلت كارين على الشاطئ 3 سيدات، زعمت كل واحدة منهن أنها من أصحاب الملايين، وعرضن صورهن لإثبات ذلك، لكن كان من بينهن ثرية مزيفة. هل يمكنك تحديدها؟ إنها السيدة الأولى، هي مجرد عارضة في إعلان لفرشاة أسنان كهربائية، لهذا طرفها مصطنع. بينما كانت كارين تتجول على الشاطئ، رأت حفلا. كان حفل زفاف مقام على الشاطئ، لهذا السبب لا يرتدي العروسان الأزياء التقليدية. هل يمكنك العثور على العروسين من بين الحضور؟
انظر إلى الكعكة، كتب عليها هاري زائد إيمي. ترتدي هذه الفتاة قلادة باسم إيمي، إذن هي العروس. والآن انظر إلى إكليل الزهور الذي تضعه حول رقبتها. هناك شخص واحد فقط يضع إكليلا مماثلا، إنه هذا الرجل، وعلى الأرجح أنه العريس. لمحت كارين بين الضيوف زميلها السابق توم، كان يتحدث إلى سيدة غريبة، وكانت السيدة ترتدي هودي وظهرها مواجه إلى كارين، لذلك لم تستطع كارين رؤية وجهها. ذهب توم برفقة السيدة واختفيا عن أعين الجميع على سطح مطعم الشاطئ. اتجهت كارين إلى السطح لاحقا، لكنها لم تجد أحدا هناك. وبعد أن تحققت من المكان، عرفت من تكون صديقة توم السرية من بين هؤلاء السيدات الثلاث. كيف عرفت ذلك؟ كان فستان السيدة الثالثة مزينا بخرز ذهبي، وفقدت السيدة خرزة على السطح. رأى توم كارين على السطح ودعاها للمشي على الشاطئ، وهناك سرعان ما لاحظ أربعة أشياء غريبة. هل يمكنك رؤيتها أنت أيضا؟ هناك حورية بحر مختبئة بين الأمواج، وهذه القلعة الرملية مضاءة بمصابيح كهربائية. وانظر إلى أوراق الأشجار، إنها تتحرك باتجاه الريح إلى اليمين، بينما تتحرك الأعلام إلى اليسار، وأخيرا يملك القمر وجها مخيفا. اتجهت كارين في صباح اليوم التالي إلى بوفيه الإفطار. أرادت الحصول على كوب من العصير، لكن لم تتوفر معلومات حول مكونات العصير باللغة الإنجليزية. للأسف كانت كارين تعاني من حساسية الفراولة. هل يمكنك معرفة العصائر الآمنة بالنسبة لها؟ يتعلق الأمر كله بالألوان. بالتأكيد لا يوجد في الكوبين الأخضر والأصفر أي فراولة، بينما ستكون الخيارات الأخرى محفوفة بالمخاطر. ذهبت كارين إلى مركز سبا، وهناك طلبت منها الموظفة المسؤولة الانتظار 15 دقيقة. جلست كارين على أحد المقاعد ونامت قليلا، وعندما استيقظت وجدت أن أحدهم قد رسم لها وشما بشكل قلب. استجوبت كارين 3 مشتبه بهم، وهم الزبون بوبي والذي قال: سيدتي، وصلت للتو على دراجة نارية، إن رأيت أحدا مهووسا بالوشوم في مكان قريب فسأخبرك. وقالت لي: كنت أنظف الحمام طوال النصف ساعة الماضية. وقال أخصائي التدليك توني: عذرا، كنت مشغولا جدا مع أحد الزبائن ولم أنظر إليك أبدا. من الكاذب من بينهم؟ إنه بوبي. إطارات هذه الدراجات النارية مثقوبة. عدا عن ذلك، كانت الدراجة موجودة عندما دخلت كارين المركز. لحسن الحظ كان الوشم مؤقتا، وساعد أخصائي تدليك كارين على إزالته، لكنه طلب منها $5 لقاء مساعدته. وصلت كارين إلى المنتجع الصحي في فترة ساعات السعادة، حيث يقدم خلال هذه الساعات خصما على جميع الخدمات بنسبة 45%. لذا دفعت كارين $12 فقط مقابل جلسة تدليك لمدة ساعة، وحصلت على جلسة بادي كير مقابل $7. وعندما كانت كارين على وشك المغادرة، وجدت على الأرض ورقة نقدية بقيمة $50. ما مجموع المال الذي أنفقته كارين؟ هل يمكنك حسابه؟ أنفقت كارين ما مجموعه $24. أما بالنسبة لهذه الورقة النقدية التي بقيمة $50، فهي مزيفة، لذا لا تحدث فرقا. أخذت كارين ملابسها إلى المغسلة المحلية المملوكة ل3 شقيقات، وعادت لأخذ أغراضها بعد 5 ساعات، لكن للأسف أحرق أحدهم فستانها المفضل أثناء كيه. غضبت كارين وسألت الأخوات عن الفعل، فقالت ميا: لم أقم اليوم بالكي أبدا، لابد أنها بيا. وقالت بيا: لا لم أفعل، كنت أزرع الورود في الحديقة طوال اليوم، حتما هي جيا.
وقال جيا: لا أعرف من فعلتها لأني كنت في الخارج طوال اليوم. من أحرق فستان كارين؟ إنها بيا، انظر إلى الحديقة، هل ترى أي ورود؟ كلا. عادت كارين إلى غرفتها الفندقية، وهناك وجدت مزهرية بها باقة ضخمة من الأزهار. كانت الملاحظة تقول: مع حبي معجبك السري. اتصلت كارين بمكتب الاستقبال لمعرفة المزيد. قال المدير: طلب أحد نزلاء الفندق الأزهار، لكن لا يمكنني الكشف عن اسمه. يقيم في الفندق حاليا 3 نزلاء من الذكور، وهم هانز وجاك وويل. قابلتهم كارين جميعهم على الشاطئ واكتشفت معجبها السري فورا. وماذا عنك؟ تلقت كارين باقة من أزهار الزنبق الوردية. انظر إلى قميص هانز، إنه مزين بالزنابق الوردية. لابد أنه يحب هذه الأزهار، لكن هذا لا يثبت شيئا. يظهر على إصبع ويل خط داكن مكان خاتم الزواج، وها هو يلتقط صورا لزوجته وهي تمارس رياضة ركوب الأمواج. لكن جاك يكتب على الرمال، ويبدو أن خطه يشبه كثيرا الخط المكتوب في رسالة الحب. كشف أمرك. ذهبت كارين وجاك للتجول على الشاطئ، فأخذها إلى مرفأ به 3 قوارب. قال لها جاك: إن تمكنت من تخمين قاربي فسأعطيك إياه. هل يمكنك مساعدة كارين في معرفة قاربه؟ ينام أحدهم في القارب الثاني، لكن هذا لا يعني أنه مالك القارب. وكتب على القارب الثاني اسم جاك، لكن هذا الاسم شائع جدا. لنلقي نظرة على القارب الأول، هل ترى البنطال الأحمر المعلق على الشماعة؟ إنه مناسب تماما لسترة جاك، لذا هذا هو قاربه. 1. اتصلت الآنسة هاريلسون بالشرطة وأبلغت عن أن شخصا قد اقتحم منزلها. حينما حضر رجال الشرطة وجدوا السيدة مقيدة بالكرسي. قالت إن رجلا يرتدي قناعا أسود قد دخل منزلها وقيدها حتى لا تتحرك من مكانها، ومن ثم سرق جميع مدخراتها وهرب من المنزل. لكن ضباط الشرطة لم يصدقوا الآنسة هاريلسون وألقوا القبض عليها بتهمة البلاغ الكاذب. لماذا؟ إن لم تتمكن السيدة من التحرك من مكانها، كيف استطاعت الاتصال بالشرطة؟ 2. إنه عيد ميلاد هايلي. قال والداها بأنهما قد جهزا من أجلها هدية، لكن يجب أن تعرف مكانها أولا. لمساعدة الفتاة أعطاها والداها ورقة ملاحظات تقول: أين يجب أن تبحث الفتاة عن هديتها؟ يبدو أن ورقة الملاحظات لا تحوي كلاما منطقيا، وذلك لأن كل نصف كلمة مقلوب. إن وضعتها هايلي بالترتيب الصحيح ستحصل على تعليمات واضحة: هديتك مخفية في الطابق السفلي. 3. أخبرت سيدني والدتها أنها ذاهبة برفقة فريق الجمباز إلى مخيم الألعاب الرياضية في نهاية الأسبوع. تعرف السيدة ستيفنسون ابنتها جيدا، وشكت في أنها مجرد عذر للخروج من المنزل، إذ كانت سيدني تبحث عن طريقة لقضاء نهاية الأسبوع مع أصدقائها. ومع ذلك ساعدت السيدة سيدني ابنتها على توضيب أمتعتها وسمحت لها بالذهاب. حينما عادت الفتاة كانت غاضبة من والدتها لأنها نسيت توضيب فرشاة أسنانها. وهنا بالضبط عرفت السيدة ستيفنسون بأنها محقة وأن سيدني لم تذهب إلى مخيم الألعاب الرياضية. كيف عرفت ذلك؟ إذ عندما وضبت أمتعة سيدني وضعت فرشاة الأسنان في كيس مع بقية ملابس الجمباز. إن كانت ابنتها في مخيم الألعاب الرياضية فعلا، لفتحت الكيس ووجدت فرشاة الأسنان، لكنها لم تفعل، مما يعني أنها لم تستعمل تلك الحقيبة. 4.
انظر إلى الأشخاص الذين يتبضعون البقالة، من منهم سرق البطيخة؟ هل يمكنك معرفة ذلك؟ لابد أنه الرجل على اليمين، فهو يحمل كرة القدم، لكنها تبدو ثقيلة جدا. وبما أن كرات القدم خفيفة، فمن المؤكد أن البطيخة بداخلها. 5. ذهب ميسون في بعثة استكشافية إلى أنتاركتيكا. طلب منه مديره إرسال صور كدليل على أنه هناك. أرسل ميسون الصور كل يوم، لكن حينما عاد من البعثة الاستكشافية طرده المدير. ألقي نظرة عن كثب على الصور وحاول فهم ما لم يعجب المدير. أرسل ميسون إلى أنتاركتيكا، لكن في بعض الصور يمكنك رؤية النخيل. لا عجب في أن مديره قد أدرك بأن الصور مفبركة وأن ميسون خدعه. 6. يعاني رجل طاعن في السن من مشاكل في الرؤية، لذا يعيش مع ابنه مارك لأنه يحتاج إلى المساعدة طوال الوقت. وفي أحد الأيام حينما كان الرجل مستلقيا على كرسيه، ذهب ابنه لتحضير العشاء، وفجأة سمع مارك صوت تهشم الزجاج. هرع الرجل إلى الغرفة ورأى النافذة مكسورة. سأل عما حدث، فأخبره والده بأن شابا بعيون داكنة وشعر أسود رمى صخرة على النافذة فكسرها، ومن ثم لاذ بالفرار. لكن مارك لم يصدق والده. لماذا؟ كان بصر الرجل ضعيفا جدا، ولم يكن يرتدي نظاراته في وقت الحادثة، لذا لم يتمكن من رؤية الشاب، ناهيك عن لون شعره وعينيه. 7. ذهبت سافانا في رحلة عمل مع زوجها، وفي المساء لم تشعر السيدة بأنها بخير، وأغمي عليها فجأة. حينما استيقظت سافانا بعد بضع ساعات، لم تتمكن من تذكر أي شيء. رأت رجلين أمامها، وادعى كلاهما بأنه زوج سافانا. لم تستطع السيدة تذكر أيهما هو زوجها الحقيقي. هل يمكنك مساعدتها؟ ذهبا في اجتماع عمل، لهذا السبب كانا يرتديان ملابس رسمية، بينما الشاب الآخر يرتدي كنزة بسيطة. لابد أن زوجها هو الرجل الآخر، أي ذلك الذي يرتدي بدلة رسمية. 8. هذه الفتاة سوزانا لا يمكنها أيضا أن تتذكر من هو زوجها الحقيقي، هل يمكنك مساعدتها؟ لابد من أنه هذا الشاب، انظر يرتدي خاتما، بينما يبدو أن الرجل الآخر غير مرتبط. 9. حضر والدا إيفا، جون وكاترين إلى المستشفى ليقلاها، هل يمكنك معرفة أين سيتوقفان بين المرضى؟ إنها هذه الفتاة، جون وكاثرين هما والدا إيفا. إيفا اسم بنت، وهذه الفتاة الوحيدة في الغرفة. 10. كانت إزمي تتجول في الغاب كعادتها، ومع حلول الظلام أدركت بأنها تاهت عن طريقها مجددا، فظلت تتجول حتى اعترضها منزل مشعوذة. دعبت الفتاة القط وحيت الساحرة، وطلبت من السيدة أن تدلها على طريق العودة. في ذلك الوقت كانت المشعوذة تشارك في مسابقة رياضيات ضد العديد من الساحرات من جميع أنحاء العالم. أرادت الفوز بشدة وإثبات أنها أذكى مشعوذة على الإطلاق. كانت هناك مسألة أخيرة لم تستطع حلها، وعدت الساحرة إزمي بأنها إذا ساعدتها ستسمح لها بالعودة إلى المنزل، وإلا ستظل معها هناك إلى الأبد. إليك المسألة، اصنعي 3 مربعات متطابقة عبر تحريك 3 أعواد ثقاب. ما عليك سوى تحريك أعواد الثقاب هذه. لقد نجح الأمر، وستعود إزمي إلى منزلها. 11. طلب تود من أصدقائه أن يخمنوا الرمز السري المكون من 3 أرقام. خمن كل واحد رمزا، والأعداد التي اختاروها كالتالي: 3 5 7 و 9 0 2 و 9 0 7
954. رغم أن لا أحد تمكن من التوصل إلى الرمز الصحيح، إلا أن كل واحد خمن رقما صحيحا وفي مكانه الصحيح أيضا. هل يمكنك معرفة الرمز السري؟ بما أن كل واحد خمن رقما واحدا بالشكل الصحيح، فالرقم الأول لا يعقل أن يكون 9. في هذه الحالة سنقول أن 3 أشخاص قد خمنوا الرقم الصحيح، ولن يظل ما يكفي من الأشخاص لتخمين الرقم الثالث. الخيار الوحيد المتبقي للرقم الأول هو 3، مما يعني أن الرقم الثاني لا يمكن أن يكون 5، ولا يمكن للثالث أن يكون 7. بما أن الرقم الثاني لا يمكن أن يكون 5 فهو 0. أجل، لقد خمن شخصان الرقم الصحيح، والرقم الثالث هو 4. إن كان 2 فيعني ذلك أن شخصا قد خمن رقمين صحيحين، 0 و2، لكن هذا ليس صحيحا، لذا فإن الرمز السري هو 304. 12. قسم الطلاب إلى مجموعتين للقيام بمهمة واحدة، كان محمد ومؤمن ومحمود في الفريق الأصفر، أما ميساء وإيمان ومروى في الفريق الأرجواني. طبقا للمنطق ذاته، أي مجموعة تنتمي إليها أمل؟ في الفريق الأصفر للطلاب حرفي ميم في أسمائهم، بينما في الفريق الأرجواني فأسماء الطالبات تحتوي على حرف ميم واحد، واسم أمل فيه حرف ميم واحد، لذا ستلتحق بالفريق الأرجواني. 13. علق أنس في علية منزل قديم، ثمة 3 طرق للخروج وجميعها خطرة. خلف الباب الأول السقف والأرضية مصنوعة من العدسات المكبرة، وستحرق الشمس كل من يدخل إلى هناك. وخلف الباب الثاني ثمة غرفة مليئة بالغاز السام، ويختبئ خلف الباب الثالث أسد جائع. كيف سيتمكن أنس من الهروب؟ يجب أن ينتظر حتى حلول الظلام، ستغرب الشمس ويتمكن الشاب من عبور الباب الأول بسلام. 14. والآن دقق النظر في إيريس وأصدقائها المقربين، ماكس وجيني وجوش ورين، من هو حبيبها؟ لابد من أنه جون، انظر لديهما وشمان متشابهان. 15. في ليلة ممطرة كان ديلون مارا بجانب محطة الحافلة، هناك 3 أشخاص، سيدة عجوز ليست بخير، وطبيب أنقذ العديد من الأرواح، وفتاة تدعى سيلينا وقع ديلون في حبها منذ سنوات طويلة. لسوء الحظ ما من مكان لأكثر من شخص واحد في السيارة، ماذا سيفعل ديلون؟ ينبغي أن يعطي سيارته للطبيب الذي سيصطحب السيدة العجوز ويقلها إلى المستشفى، ويمكن لديلون حينها البقاء في محطة الحافلة مع فتاة أحلامه. 16. تشارلي وأندي وتايلور وأليكس جميعهم أقرباء، لكن واحدا منهم فقط من جنس يختلف عن البقية. إليك ما يجب معرفته. 1. أليكس إما أخو تشارلي أو أخت تشارلي الوحيدة. 2. أخت أليكس هي إما أندي أو تايلور. 3. تايلور هو إما ابن تشارلي أو أندي. هل يمكنك معرفة من ينتمي لجنس يختلف عن البقية؟ إن كانت أليكس الابنة الوحيدة لتشارلي فلا يمكن لأن يكون لأليكس أخت، وهذا يعني أن أليكس أخو تشارلي. إن كانت أخت أليكس هي أندي فأندي فتى، وبحسب الحقيقة الثالثة فتشارلي هو الابن الوحيد لتايلور، لكن أليكس هو أخو تشارلي، لذا هنا لدينا تناقض، وهذا يعني أن أخت أليكس هي تايلور، لذا فإن تايلور فتى، بينما تشارلي وأليكس وتايلور أشقاء، وأندي هو ابن تايلور. 17. كان كينان يشاهد التلفاز حينما دخل محقق حاملا مذكرة لتفتيش المنزل،
قال المحقق بأن مصرف المدينة قد تعرض للسرقة، وكينان هو المشتبه به الرئيسي. أجاب الرجل بأنه لم يغادر منزله في ذلك اليوم، لم يستطع فعل أي شيء، لم تجد الشرطة المال، لكنها ألقت القبض على الرجل. لماذا؟ قال كينان بأنه لم يغادر المنزل، لكن انظر إلى رزنامة وفاتورة متجر البقالة، التواريخ متطابقة، وهذا يعني أن كينان تسوق البقالة وكذب بشأن عدم مغادرته للمنزل. واو! أثناء العمل ليلا في مختبر سري، تمكن مايكل أخيرا من صنع الحمض النووي لمخلوق هجين ووحشي. وبعد ساعات من العمل الشاق والطويل، قرر تناول فنجان من القهوة والدونات كمكافأة صغيرة، لكن حينما عاد وجد أن المخلوق قد اختفى من الحضانة. استدعى مايكل رايان وجيف ولورا وسألهم من أخذ العينة الهامة من البحث الذي كنت أعمل عليه. قال رايان إنه كان مشغولا ببعض البحوث في مشروع مختلف ولم يكن له أدنى فكرة عما يحدث. قال جيف إنه لم يلمس المخلوق الهجين، وذهب للبحث بين السجلات عن ملفات كان في حاجة إليها، وقالت لورا إنها كانت في الحمام طوال الوقت. إذن من أخذ العينة؟ لم يذكر مايكل أنه كان يعمل على صنع مخلوق هجين ووحشي، لذا جيف فضح نفسه، من الأفضل أن يفكر بذكاء في المرة القادمة. تمقت آن فصل الشتاء، لكن كباقي الناس كانت مضطرة إلى الخروج وأداء مهامها. انتقلت مؤخرا إلى مدينة مغطاة بالثلوج للعمل، وشاءت الأقدار أن يكون أبرد فصل شتاء يمر على المدينة، لكنها نجحت في الذهاب إلى متجر تجاري أثناء عاصفة ثلجية هوجاء. حينما عادت إلى سيارتها المركونة، اكتشفت أن شخصا ما قد فتحها وسرق جميع ممتلكاتها. حينما استدعت الشرطة ثلاث مشتبه بهم، أدلى كل واحد بحجته الخاصة. قالت فرانسيسكا إنها كانت تلمع سيارتها بالخارج ولم تتفطن إلى شيء. قال نيد إنه كان يتسوق لاقتناء ملابس لأطفاله، وقال أورل إنه كان جالسا في المقهى في الطابق العلوي للمركز التجاري. ألقت الشرطة القبض على الفاعل، من هو؟ فرانسيسكا كانت تلمع سيارتها بالخارج في وسط عاصفة ثلجية؟ هذا ليس غير منطقي فحسب، بل غير آمن أيضا. لقد فضحت نفسها باختصار. تستيقظ وتجد نفسك عالقا في غرفة بها أربعة أبواب، ليس لديك الوقت الكافي لاختيار أي باب يؤدي إلى الحرية. تسمع خطوات وحش مخيف، لذا تتحقق من الأبواب بسرعة. وضعت على الباب في أقصى اليسار لافتة تقول اختر الباب على اليمين للخروج، وكتب على لافتة الباب الثاني اختر الباب على اليمين، وتقول لافتة الباب الثالث الحرية أمامك مباشرة، وللباب الأخير لافتة كتب عليها لا تثق باللافتات. أي باب يجب عليك أن تختار؟ الباب الأخير. يقول إنه لا يجب الوثوق باللافتات، لكن لا يعني أنها غير صحيحة. يخبرك الباب الأول بأن تختار الباب على اليمين، لذا ليس بالضرورة أن يكون الباب الأخير على اليمين، بل الباب على يمينه بالضبط. ويقول الباب الثاني إنه الباب على اليمين، أما بالنسبة للباب على يمينه فيقول إن الحرية أمامك مباشرة. هذا ليس معقولا، أليس كذلك؟ لذا الباب الأخير على اليمين سيقودك إلى الحرية. كان ميسون سعيدا للغاية عندما وصلته أخبار عن قدوم أخته جين إلى المدينة. كان قد بدأ وظيفة جديدة وينتظر بفارغ الصبر استضافتها لأول مرة. تمكنت فقط من رؤية بعض الصور الجميلة للأماكن التي زارها، بما في ذلك منزله. حينما ذهب ليقلها من المطار، لاحظ شيئا غريبا قليلا. بدت كأن أجوبتها آلية وحركاتها مقيدة قليلا. لم تأكل، لكنها أصرت كثيرا على أخذ قسط من الراحة. غريب، هل شاهد الكثير من أفلام الخيال العلمي؟
وبعد فترة من الزمن سمع ميسن طرقا على الباب، ولدهشته وجد أمامه جين، لكن أخبرته جين بأن تلك السيدة في شقته تود خداعه فحسب. حينما خرجت جين من الحمام ورأت جين الأخرى جالسة على الأريكة، صدمت الاثنتان. حاولت كلتاهما إقناع ميسن بأنها جين الحقيقية، لكن من سيصدق ميسن؟ من العادي تماماً أن يشعر الشخص بالتعب بعد السفر ويود النوم، لكن كيف يعقل أن جين الثانية قد عرفت المكان الذي يعيش فيه ميسن دون دراية سابقة بالعنوان، وهي لا تتصبب عرقاً حتى بعد الصعود إلى الشقة؟ في يوم جميل ودافئ قررت فيفيان التي تعيش في مدينة على الشاطئ الذهاب في نزهة إلى الجبال بمفردها، لكن بعد ساعات من التنزه سيراً على الأقدام وجدت نفسها في منطقة من الغاب لم تكن تعرفها من قبل، وشاهدت أمامها ثلاثة مسارات. في المسار الأول توجد آثار أقدام لدب يبتعد عن المكان، والثاني آثار أقدام بشرية، والثالث كان بجانب النهر بالضبط. أي مسار يجب أن تختاره فيفيان للخروج من ذلك المكان؟ مسار النهر. بما أنها تعيش في مدينة ساحلية فالنهر يصب في البحر، بهذه الطريقة يمكنها معرفة مكانها بالضبط. تتشارك ميليسا عربة القطار مع ثلاثة أشخاص آخرين. كان يوما حارا جدا ولم يكن مكيف الهواء يعمل. بدأ جيمس يتذمر من الحر الشديد ولم يهدأ إلا بعد أن فتح النافذة. وضعت ميليسا وشاحها الأحمر الحريري الذي حصلت عليه كهدية من جدتها بجانبها. أطرت عليه جودث، وذكر رجل طاعن في السن يدعى روبرت بأنه نسي إحضار هدية لزوجته التي ستأتي لتقله من محطة القطار، وجيمس واقع في حب جودث. وبعد فترة من الزمن ذهبت ميليسا إلى الحمام، وحينما عادت لم تجد وشاحها. من كان اللص؟ لم يأخذه أحد، كان يوما حارا، لذا فتح جيمس النافذة فطار الوشاح بعيدا بسبب الرياح. اختطفت مخلوقات الزومبي دييغو وحبسته في غرفة، أحاطوا به من كل مكان، لقد علق ولا يمكنه الهروب. يحاولون الآن اقتحام الغرفة والوصول إليه. حينما نظر دييغو من حوله لاحظ وجود حامل صغير للصحف به مجلات وكتب صغيرة، وعندما دقق النظر أكثر وجد بالقرب منه لفافة من الشريط اللاصق. كيف يمكنه تجنب كل هذه العضات المخيفة؟ الطريقة الوحيدة التي ستمكن دييغو من الهروب هي إلصاق جميع المجلات حول أهم أجزاء جسمه حتى لا تتمكن مخلوقات الزومبي من عضه. ستكون خفيفة كفاية حتى يهرب منهم دون أن يلحقوا به أي أذى. زيادة على ذلك سيكون لديه أشياء رائعة ليقرأها في الطريق. تاه إيفان في الغاب، ولسوء حظه بدأ الثلج ينهمر من السماء. الشيء الوحيد الذي وجدته الشرطة عند البحث عنه هي أربعة خطوط تؤدي إلى الغاب، وأدركوا أن هناك خطبا ما بالتأكيد، لذا ألقوا القبض على عديد الأشخاص لاستجوابهم. قال ناك إنه كان في المتجر يقتني البقالة. قالت فينيسا إنها كانت تجالس أطفال جارتها، وكانت كريستين في العمل طوال اليوم. بعد سماع قصصهم ألقوا القبض على ناك. لماذا؟ كان نيك مقعدا، وحين دخوله وخروجه من الغاب خلف أربعة خطوط بسبب كرسيه المتحرك. إنها بداية عام دراسي جديد، وبدأ ديف وظيفة جديدة كمدرس في علوم الحاسوب في مدرسة ثانوية محلية. لم يرحب به زميله المدرس لأنه أراد تلك الوظيفة، وفي نهاية اليوم
وقع خرق أمني تسبب في تسرب كثير المعلومات عن المدرسة. حينما استجوبت الشرطة الجميع بما في ذلك روي وديف، حاول الدفاع عن نفسيهما. قال ديف: كنت أصلح أوراق الاختبار وظللت في قاعة الموظفين طوال الوقت. قال روي: كنت أحضر الواجبات المدرسية من أجل طلابي حينما حدث ذلك. من ستقبض عليه الشرطة؟ من يكذب؟ ديف لن يمكنه أن يجري اختبارات في أول يوم من المدرسة. جاريث في ورطة وهو الآن في مركز الشرطة يتفحص المشتبه بهم، فأحدهم سرق حقيبة بيث بينما كانت تتنزه في المنتزه. دقق النظر في كل واحد منهم. وصفت بيث المتهم بأنه شخص طويل القامة ولا يملك شعرا ويرتدي جاكيت سوداء. يتطابق جميع المشتبه بهم مع هذه المواصفات. نظر جاريث إلى كل واحد منهم ولاحظ أن جميعهم يملكون سمة تميزه عن الآخر. للمشتبه به رقم واحد لحية، يرتدي الثاني تبان، ويرتدي الثالث نظارات. عرف جاريث على الفور هوية المجرم. من الفاعل؟ يغطي التراب حذاء المشتبه به رقم واحد، بينما البقية نظيفة تماما. هرب بين الوحل عندما كانت بيث في المنتزه. كان هنري وميا يعيشان معا في نيويورك، وقد قررا الابتعاد عن حياة المدينة المزدحمة من أجل الاحتفال بذكرى زواجهما في البرية. من أجل هذا استعانا بأحد المواقع الإلكترونية، ووجدا ثلاثة خيارات متاحة في أماكن قريبة. عرض بوب منزل الشجرة المريحة في الغابة بسعر معقول، وعرضت جوليا هذه القبة الزجاجية الفاخرة والمزودة بشتى وسائل الراحة على بعد ساعتين بالسيارة من نيويورك، وعرضت كريستل قصرا قديما ورثته عن جدتها. هل يمكنك مساعدة الزوجين في اتخاذ القرار الصحيح؟ انظر إلى القبة الزجاجية، إنها قريبة من برج بيزا المائل، أي أنها تقع في إيطاليا ولا يمكن أن تكون على بعد ساعتين من نيويورك. وانظر إلى شبح جدة كريستل، إنه لا يزال في المنزل، لذا على ميا وهنري اختيار بيت الشجرة. اتصل الزوجان ببوب وقاما بحجز المنزل وانطلقا صوبه بالسيارة. ميا مدونة مشهورة، لذا قررت نشر تفاصيل الرحلة في قصصها على وسائل التواصل الاجتماعي. هل يمكنك رصد أي اختلافات بين هاتين الصورتين؟ هذا هو. ماذا عن هاتين الصورتين؟ هناك ثلاثة اختلافات. وما رأيك بهاتين الصورتين؟ هل تلاحظ اختلافاتها الثلاثة؟ ها هي. أثناء قيادتهما على الطريق السريع، ألقى أحدهم علبة طلاء على سيارتهما، فتوقفت ميا وزوجها عند أقرب مغسلة سيارات، وهناك تحدثا مع أربعة سائقين آخرين حول الحادث. قال بيل: يجب أن تكون مركبتي جميلة، لدي موعد مع خطيبتي هذا المساء. وقال جاك: سألتقي بشريك تجاري في المطار وأريد أن أترك انطباعا جيدا. وقالت ليلي: بصراحة لست بحاجة لغسل سيارتي، لقد توقفت هنا فقط لاستخدام الحمام. أما رايان فقال: منحني المدير في العمل هذه القسيمة التي تسمح لي بغسل سيارتي مجانا. من الذي ألقى الطلاء على سيارة هنري وميا؟ إنها ليلي، انظر إلى يدها اليمنى، إنها ملطخة بطلاء باللون ذاته، وفوق ذلك فهي ترتدي قميصا عليه صورة ميا، لابد أنها مهووسة بها.
غسل الزوجان سيارتهما وواصلا الرحلة. كان عليهما اختيار أحد الطرق الثلاثة التالية للوصول إلى وجهتهما. يمر الطريق الأول عبر مستنقعات سامة، وغالبا ما يضل الناس طريقهم في هذه المنطقة. ويمر الطريق الثاني قرب نهر تسكنه جنيات، غناؤهن يدفع كل من سمعه إلى القفز في النهر إلى غير رجعة. أما الطريق الثالث فينشط فيه قطاع طرق لا يعرفون معنى الرحمة. أي طريق عليهما اختياره؟ الطريق الثاني. بإمكانهما إغلاق نوافذ السيارة وتشغيل الموسيقى والقيادة بأقصى سرعة، وهكذا لن يسمعا غناء الجنيات الفتان. اقترحت ميا زيارة سوق الخضار لشراء منتجات طازجة لقضاء الإجازة الرومانسية. وعندما دخلا إلى السوق عرض عليهما ثلاثة باعة التفاح، لكن بائعا واحدا فقط كان يبيع تفاحا طازجا وصالحا للأكل. هل يمكنك مساعدتهما في اتخاذ القرار الصحيح؟ يعرض البائع الأول تفاحا قديما جدا. انظر إلى التاريخ المدون على الصندوق، لقد انتهت صلاحيته منذ أكثر من 5 سنوات. ويقدم البائع الثالث تفاحا جميلا جدا، لكن انظر إلى مساعدته، إنها تضع ملمع الأحذية على التفاح ليبدو بمظهر أفضل. لذا على ميا وهنري اختيار البائع الثاني. غادر هنري وميا السوق ووضعا كل مشترياتهما في صندوق السيارة. وفجأة أدرك هنري أنه نسي كيسا من الملفوف في كشك المزارع. عاد مسرعا إلى المكان لكنه لم يجد الكيس. وهناك استجوب هنري 3 أشخاص التقى بهم في الجوار. قالت فيرا: أنا لا أتناول سوى الفاكهة أيها السيد، أترى لدي موز وتفاح. وقالت بيلا: أجل، رأيت الكيس، لقد أعاد البائع الملفوف إلى الراف. وقال البائع: لا أعرف ما الذي يحدث هنا، أمضيت آخر 10 دقائق في الحمام. من منهم يكذب؟ إنها فيرا، لقد أخفت الملفوف تحت قبعتها الأنيقة. وأخيرا وصل الزوجان إلى وجهتهما، بيت الشجرة. لقد كان البيت أفضل مما كان يبدو عليه في الصورة، لكن هل ترى شيئا غريبا في هذه الصورة؟ يرتدي هذا الراكون نظارة شمسية. يعيش بوب مالك المنزل في بلدة أخرى، ويقع المنزل على بعد 24 كيلومترا من القرية. لهذا وضع بوب قفلا رقميا خاصا على الباب. عندما حجز هنري المنزل أعطاه بوب كلمة مرور مكونة من 6 رموز، لكن لسوء الحظ ضيع هنري كلمة المرور. يوجد على الباب تلميح M8O. هل يمكنك مساعدة هنري في استذكار الرمز؟ هذه الرموز مزدوجة بتأثير المرآة، افصلها عن بعضها البعض وستحصل على الرمز 1133CC. فتح هنري الباب، ولكن ما إن دخلت ميا إلى غرفة المعيشة حتى شعرت بخوف شديد، فطلبت من هنري الاتصال بالشرطة على الفور. لماذا؟ يقع بيت الشجرة في مكان نائم، فمن أشعل الشموع والنار؟ خاصة وأن باب المنزل كان مقفلا. تحقق هنري من جميع الغرف لكنه لم يجد أي دليل. ماذا عنك؟ هل لديك فكرة؟ انظر إلى النافذة، إنها مفتوحة. لقد تسلل شخص ما إلى المنزل قبل وصولهما. دقق النظر أسفل السرير، هناك من يحاول الاختباء. اتصل الزوجان بالشرطة ووعد الضابط بالوصول خلال ساعة. قررت ميا الاستحمام، وعندما عادت إلى غرفة المعيشة لم تجد هنري. بحثت ميا في الحديقة ثم في جميع غرف المنزل،
وعادت إلى الحديقة مرة أخرى لكنها لم تجد أي دليل. هل يمكنك مساعدتها؟ كان حوض المياه الساخنة مفتوحا عندما بدأت ميا البحث، لكنه الآن مغلق. هذا مريب حقا. بينما كانت ميا تتجول في الحديقة، خرج من خلفها رجل يرتدي قناعا وقام بدفعها، فداست ميا على فخ وسقطت في بئر عميقة. صرخت المسكينة وطلبت النجدة لكن أحدا لم يجب. رن هاتف ميا، إنه الرجل المقنع يعرض عليها أن تلعب لعبة وإلا ستبقى في البئر إلى الأبد. وكان هذا هو اللغز الأول. تجدني بألوان مختلفة وأكبر عندما أكون ممتلئا، إن لم تقيدني سأحلق بعيدا وأصدر صوتا عاليا عندما أكسر. من أكون؟ تمكنت ميا من حل اللغز فورا. ماذا عنك؟ الإجابة الصحيحة هي البالون. وإليك اللغز الثاني. يمكنني القفز ويمكنني التسلق، يمكنني التأرجح بسيقان العديد من شجرة إلى شجرة، يمكنني بناء منزل أكبر مني بكثير. هل عرفتني؟ إنه العنكبوت. وهذا هو اللغز الأخير. أخرج ليلا دون أن يناديني أحد وأختفي نهارا دون أن أسرق. من أكون؟ هل يمكنك مساعدة ميا؟ الإجابة الصحيحة هي النجمة. عبرت ميا من فتحة مفتوحة في قاع البئر حتى وصلت إلى قبو مخيف، وهناك وجدت ثلاث طرق للخروج، لكن كان كل باب منها يخفي شيئا خطيرا. كان خلف الباب الأول تنين نائم ينفث النار، وكان الطريق الثاني مغطى بأسلاك الجهد العالي، وكان خلف الباب الثالث مصاص دماء متربص. وفجأة ظهرت رسالة على شاشة هاتف بطلتنا تقول: أسرعي ستنغلق الجدران وتسحقك. ما الطريق الذي ينبغي على ميا أن تسلكه؟ عليها الانتظار حتى يقترب الجدار بما يكفي لتتمكن من تخويف مصاص الدماء بهذه العصا، فتتمكن من المرور عبر الباب الثالث. عندما وصلت رجال الشرطة إلى منزل الشجرة، وجدوا ميا وهنري في الشرفة. كان هنري قد استيقظ للتو، حيث وضع اللصوص الحبوب المنومة في قهوته. فتش الضباط المنطقة جيدا وعثروا على بعض الأدلة، فوجدوا أن المجرمين كانوا يخططون لمغادرة البلاد بالقطار. لسوء الحظ لم يعرف أحد كيف كان مظهرهم أو عددهم، لهذا أوقفوا 4 أشخاص مشبوهين في محطة القطارات وتحققوا من أمتعتهم. هل يمكنك معرفة البريء من بينهم؟ ما حاجة الرجل الأصلع إلى الشامبو؟ يملك هذا الرجل الذي يفترض به أن يكون أعمى مصباحا يدويا، أما هذا الرجل فيحمل 3 أنابيب من معجون الأسنان بدون أي فرشاة. يبدو أن الرجل الرابع فقط ليس مجرما. كان هناك 3 أصدقاء يعيشون قريبا من بعضهم البعض، وغالبا ما كانوا يجتمعون لشرب القهوة. كانت أسماؤهم السيد أزرق والسيد أحمر والسيد أبيض. وذات يوم لاحظوا أنهم كانوا جميعا يرتدون تحت معاطفهم قمصانا بألوان مختلفة، أحمر أزرق وأبيض. قال السيد أزرق: مرحبا سيد أبيض، هل لاحظت أننا نرتدي جميعا ألوانا تختلف عن أسمائنا الحقيقية؟ أجاب الرجل الذي كان يرتدي القميص الأبيض: واو أنت محق، هل يمكنك معرفة لون القميص الذي كان يرتديه كل منهم؟ يمكن للسيد أزرق أن يرتدي الأبيض أو الأحمر فقط، لكننا علمنا بالفعل أن شخصا آخر كان يرتدي القميص الأبيض، أي أن السيد أزرق يرتدي القميص الأحمر.
أما السيد أبيض فيمكنه ارتداء إما قميص أزرق أو أحمر، وبما أن الأحمر ارتداه السيد أزرق سيكون القميص الأزرق ظاهرا من تحت معطف السيد أبيض، ثم يأتي دور السيد أحمر الذي يرتدي القميص الأبيض. قررت ميا وهنري قضاء الليلة في فندق قريب. أخبرهم المدير أن هناك 3 غرف شاغرة فحسب، هل يمكنك مساعدتهم على اختيار الغرفة الأفضل؟ هذه الغرفة ليس بها أي باب، هذا غريب. وهذه الغرفة بها مرآة متصدعة في السقف، إنها خطرة للغاية. تبدو الغرفة الثانية آمنة ومرتبة. سجل الزوجان وصولهما إلى الفندق وسأل هنري ميا: حسنا، إلى أين تريدين الذهاب الآن؟ فأجابت بهذا اللغز: كنت تزورني عندما تريد التعلم، لكنني أصبحت وحيدة منذ أن رأت الإنترنت النور. من أكون؟ هل عرفت وجهتها التالية؟ إنها المكتبة. وفي المكتبة التقيا بأربع فتيات إحداهن مفلسة، هل يمكنك التعرف عليها؟ إنها الطالبة الثالثة، فملابسها كبيرة جدا، لابد أنها استعارتها من شقيقتها الكبرى. حسنا أيها المحقق العبقري، في هذا التحدي البوليسي ستمر ب3 مستويات، وكل لغز سيكون أصعب من سابقه. للوصول إلى النهاية ومعرفة نتائجك يجب أن تركز جيدا وتستعمل جميع مهاراتك البوليسية. المستوى الأول: يعيش أنثوني في جنوب المدينة على بعد 20 دقيقة من الكلية، ويوجد منزل مارك في الشمال وأقرب قليلا على بعد 10 دقائق فقط. تبدأ محاضرتهما في الوقت ذاته، ويلتقي الشابان على الدوام في المنتزه في طريقهما إلى المحاضرة. من يكون عادة الأبعد عن مبنى الكلية حينما يحدث ذلك؟ يلتقي الشابان في النقطة ذاتها، مما يعني أنهما على بعد ذات المسافة عن مبنى الكلية. لاحظ ضباط الجمارك أن رجلاً يسافر إلى الخارج عديد المرات في الأسبوع، فارتابوا في أمره وشكوا بأنه مهرب، لكنهم لم يتمكنوا من معرفة ما يهربه بالضبط، إذ يحمل دائماً حقيبة سفر أو حقيبة يد، لكنهم لم يجدوا قط أي ممنوعات أو أغراض مكلفة بداخلها، إلا أنه بعد عدة أشهر حينما التحق ضابط جمارك جديد بالفريق، حل اللغز أخيراً. ماذا هرب الرجل؟ كان يهرب أمتعة وحقائب يد راقية. كان المحقق دان كارلوس يلاحق لصا سرق منه ساعة يده، وهرب هذا الشخص لا يعرف دان بعد ما إذا كان رجلا أم امرأة، ودخل مبنى المستشفى للاختباء بالداخل. حينما هرع المحقق للاحاق به رأى طبيبين يفحصان المرضى، من المؤكد أن أحدهما المجرم الذي يبحث عنه، لكن أيهما؟ إنها السيدة على اليسار، فالسماعات الطبية ليست في أذنيها حتى. اجتازت إيميل اختبارا صعبا وحققت نجاحا كبيرا، لكن لسبب غير معلوم كان البروفيسور متأكدا من أنها غشت في الامتحان، وبعد جدال طويل توصل إلى اتفاق: إن حلت إيميل لغز المدرس ستحتفظ بدرجة امتحانها دون مشاكل. أعطاها البروفيسور ورقة ملاحظات كتب عليها كلمة واحدة فقط: بيت. لم تحتاج الفتاة الكثير من الوقت لمعرفة الجواب. ما هو؟ في هذه الحالة اللون مهم، الجواب: الدفيئة، بيت أخضر حيث تزرع الخضار وما شابه. علم آدم الصغير بأن أخاه الأكبر فيليب قد حصل على بعض المال بمناسبة عيد ميلاده، لكنه رغم محاولات آدم الحثيثة لم يتمكن من العثور عليه. وفي أحد الأيام حينما غاب فيليب عن المنزل، تسلل آدم إلى غرفة شقيقه. لم يجد آدم المال، لكنه وجد خريطة. خبأ الأخ الأكبر نقوده في الحديقة،
تبع آدم التعليمات حرفيا، 10 خطوات إلى اليسار و15 إلى اليمين ومن ثم 8 إلى الأمام، وصرخ بعدها: من المؤكد أنها هنا. حفر الفتى لساعتين كاملتين بحثا عن المال ولم يجد شيئا. هل خدع فيليب شقيقة؟ خطوات آدم أصغر من خطوات شقيقه، لهذا السبب حفر في المكان الخاطئ. المستوى الثاني، حدث هذا في وضح النهار حينما كانت هيلين في مقر عملها، إذا أعلمها جهاز الإنذار في منزلها بدخول شخص ما، فاتصلت السيدة بالشرطة. كانت متيقنة من أن الدخيل من طرف أحد منافسيها، اعتقدت أنه يود سرقة بطاقة الذاكرة التي تحتوي على جميع معلومات مشروعها الجديد. عندما حضرت الشرطة وجدت بالفعل شخصا في المنزل، فتشوه جيدا لكنهم لم يجدوا بطاقة الذاكرة. لا يعقل أنه ابتلعها، إذا أين البطاقة؟ حينما وصل رجال الشرطة، وضع الرجل سرا بطاقة الذاكرة في جيب أحد الضباط، وبعد تفتيشه استعادها المجرم. اختطف مدير أحد المنتجعات. اشتبهت الشرطة في 3 أشخاص يمكثون في فندق المنتجع. لسوء الحظ لم يتمكن أحد من العثور على أي من هؤلاء 3، ربما ذهبوا إلى المنحدرات للتزلج على الجليد. لم يكن لدى ضباط الشرطة الكثير من الوقت، فقرروا تفتيش غرفهم. انظر إلى أغراض المشتبه بهم لمعرفة الشخص الذي تسبب في اختفاء المدير. إنه جو، فهو الوحيد الذي لا يملك ملابس شتوية أو معدات وثيابا رياضية، وهذا يعني أنه لم يأتي إلى المنتجع لقضاء وقت ممتع. مكث جيسون المسافر الثري في فندق صغير ومكلف على الشاطئ، لكن عاصفة هوجاء ضربت المنطقة وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي. ساد الظلام المنطقة بأسرها، وظل الناس بلا كهرباء لساعتين على الأقل. حلت المشكلة أخيرا، لكن جيسون اكتشف أنه أثناء انقطاع التيار سرق أحدهم محفظة جيبه المليئة بالنقود وبطاقاته الائتمانية. حضرت الشرطة واستجوبت جميع من كانوا في الفندق آنذاك. قال موظف الاستقبال للمحقق أنه كان في القبو يحاول تشغيل مولد كهربائي، لسوء الحظ لم ينجح في ذلك. قالت نيكول نزيلة في الفندق أنها حضرت قبل ساعة من انقطاع التيار الكهربائي، كانت مرهقة جدا، لذلك أشعلت الشموع وأفرغت أمتعتها واستحمت ومن ثم خلدت إلى النوم. قال سائق الفندق غريغوري أنه كان في المطار، وصل نزيل جديد وذهب لاستقباله. عرفت الشرطة على الفور من الكاذب، هل يمكنك ذلك أيضا؟ تسببت العاصفة الهوجاء في انقطاع الكهرباء، ولا تحلق الطائرات في مثل هذا الطقس السيء، إذن كيف يعقل أن يأتي أحدهم بالطائرة؟ لقد كذب السائق. في القرن 22 صارت الروبوتات تعيش بين الناس، ولا غرابة في ذلك، لكنها عادة ما تتشبه بالبشر، مما يصعب الأمور على المحققين كما حدث هذه المرة. كان على إيريك بلانك ضابط الشرطة المتمرس أن يعرف أي واحد من المشتبه بهم مذنب بتهمة الاحتيال وسرقة الهوية، ويعرف حق المعرفة أن المتهم روبوت، لكن أي واحد ليس من البشر؟ إنها الفتاة في المنتصف، لديها منفذ USB على جانب رقبتها. المستوى الثالث، توجب أن تشارك ماريا في جميع المسابقات الرياضية الهامة، لكن قبل عدة أيام من البطولة اكتشف حبيبها كيث بأن الفتاة قد اختفت دون ترك أثر. آخر شيء تركته خلفها هو ورقة ملاحظات: آسفة، اضطررت للرحيل ولن أراك مجددا، اتصل بأختي جيني أرجوك، رقم هاتفها 011027255. ارتبك كيث كثيرا عند رؤيته للرسالة وذهب إلى الشرطة. أعتقد أن ماريا لم ترحل بمحض إرادتها، وهناك من أرغمها على كتابة هذه الورقة، فهي الابنة الوحيدة في أسرتها وليس لديها أخت.
شرعت الشرطة في التحقيقات، وجدوا 3 أشخاص قد يكونون وراء اختفائها. قالت شيريل منافسة ماريا أنها كانت في منزل أمها ترتاح قبل المسابقة. أخبر آرون مدرب شيريل الشرطة بأنه كان يقضي جل أوقاته في النادي الرياضي، وقال كايل مدرب ماريا أنه شعر بتوعك وظل في الفراش. من منهم يعرف شيئا عن مكان ماريا؟ في الورقة لم تكتب الفتاة رقم هاتف، لكنها بهذه الطريقة شفرت اسم المجرم حسب ترتيب الحروف في الأبجدية. آرون، يا إلهي، من يستحق مدربا كهذا؟ كانت جانيت تحلم بأن تصبح مساعدة بروفيسور. كان الرجل عالما شهيرا وموهوبا. عرف البروفيسور بأنها فتاة عبقرية، لكنه قرر اختبارها قبل توظيفها. أخذها البروفيسور إلى منزل به غرفتان منفصلتان تماما عن بعضهما. في الغرفة الأولى ثمة 3 مفاتيح، وفي الغرفة الثانية 3 مصابيح. يجب على جانيت البقاء في غرفة المفاتيح، ولن يسمح لها بالذهاب إلى الغرفة الثانية سوى مرة واحدة. عليها أن تخمن أي مفتاح متصل بكل واحد من المصابيح. تمكنت الفتاة من حل هذا اللغز. كيف فعلت ذلك؟ شغلت المفتاح الأول وانتظرت لدقيقة، ومن ثم أطفأته مجددا، وبعد ذلك فتحت المفتاح الثاني ودخلت غرفة المصابيح. كان أحد المصابيح يشتغل، ذلك المتصل بالمفتاح الثاني. لمست جانيت المصابيح المتبقية. كان المصباح الدافئ متصلا بالمفتاح الأول، والبارد بالمفتاح الثالث. عاش كايل في الطابق السادس من مبنى سكني، وذات مرة قرر الرجل شرب فنجان من القهوة في الشرفة، وفجأة رصد سيدة في الطابق الثامن للمبنى المقابل. فتحت النافذة وألقت بشيء ما بكل قوتها. في أقل من دقيقة هرع كايل للاتصال بسيارة الإسعاف. وصلوا في أقرب وقت ونقلوا السيدة إلى المستشفى. ماذا ألقت من النافذة؟ ألقت بوميرانج. لم أقل أن جميع هؤلاء الأشخاص أذكياء. هل تود حل لغز صعب آخر وسيكون الأصعب على الإطلاق؟ ألقي نظرة على هذا الكود. ما معناه؟ الكثرة تغلب الشجاعة. إن تمكنت من اجتياز المستوى الأول فأنت تتمتع بمهارات منطقية أفضل من العديد من الناس. شاهد المزيد من الأفلام البوليسية حتى تتمكن من تحسين دقة ملاحظتك. إن تمكنت من تخطي المستوى الثاني فهنيئا لك. من المؤكد أنك تتمتع بمهارات خارقة في التفكير التحليلي، لكن تنبه أكثر إلى التفاصيل. إن اجتزت المستويات 3، واو، أنت عبقري. لا يمكن سوى لبعض الناس الوصول إلى هذه المرحلة. من المؤكد أنك ذلك الشخص الذي نلجأ إليه في المواقف الصعبة، لأنك قادر على إيجاد الحلول لجميع المشكلات. صرت من هواة جمع الكنوز، واليوم وجدت نفسك في جزيرة حيث ستحتاج إلى حل ألغاز محيرة وفهم اللغز الرئيسي والبحث عن الكنز، وفي النهاية ستحسب نقاطك. أعطاك صديقك القديم خريطة لجزيرة صغيرة بمناسبة عيد ميلادك. أخبرك بأن هناك كنز قراصنة في المكان. بطبيعة الحال تطمح الآن إلى العثور عليه. لديك إشارة ضوئية وقنينة ماء وبوصلة ومصباح جيب وهاتف ومجرفة. تبحر إلى الساحل الجنوبي للجزيرة وتتوغل في الأدغال، وهناك ترى 3 طرق أمام كل واحد لافتة. تعرض اللافتة الأولى صورة دب، ورسم أسد على الثانية، وثمة علم قراصنة أمام الطريق الثالث. أي طريق يجب أن تختار؟ نحن في القرن 21، رحل القراصنة منذ أزل بعيد، واليوم لم يعد هناك أشخاص على هذه الجزيرة. يبدو أن العلم يشير إلى الطريق الذي أخذه القراصنة حين ذهبوا لإخفاء الكنوز. قد يكون هناك أسد ودب فعلا، لذا تقرر اختيار مسار القراصنة. تشق طريقك عبر الغابات الكثيفة وتترك علامات على الأشجار حتى لا تتوه عن الطريق.
ومن ثم تلاحظ كوخا صغيرا تدخله وترى صندوقا كبيرا بقفل صدئ. تحقق من الغرفة، هل هناك شيء يمكنه مساعدتك على فتح الصندوق؟ ثمة ذراع إطار في الركن خلف الكرسي المكسور، يبدو القفل ضعيفا لذا يمكنك بسهولة تحطيمه. تفتح الصندوق ولا ترى شيئا سوى خريطة قديمة للجزيرة. ثمة ثلاث نقاط تشير إلى الكنوز على الخريطة، تغادر الكوخ وتتبع المسار إلى المكان الأول. تجد حطام سفينة خشبية قديمة فتقرر التجول على سطحها، وفجأة تتكسر الألواح الخشبية تحت قدميك فتسقط في الطابق السفلي. المكان مظلم وبارد هنا، تفتح مصباح الجيب وترى صندوقا، تلمسه وتسمع زمجرة بداخله. قرصان زومبي يخرج ببطء ويتجه صوبك، وبعد ثوان تدرك أن لا سبب للذعر. لماذا؟ القرصان ليس حقيقيا بل مجسما ثلاثي الأبعاد، ويوجد خلفه جهاز يعرض صورة هذا الزومبي الشبيهة بالقرصان. تمر عبر المجسم وتفتح الصندوق القديم، فيه أحجار ثمينة بداخله، تضعها في جيبك وتخرج من السفينة وتنظر إلى الألماس. تدرك الآن بأنها مزيفة ومصنوعة من البلاستيك. تفتح الخريطة وتشطب النقطة التي ترمز إلى الكنز الأول، والآن تذهب إلى الصندوق الثاني، وفي هذه الأثناء تواصل وضع علامات على الأشجار. تسمع صوت فحيح بالقرب منك، إنها أفعى، لا تعرف ما إذا كانت سامة أم لا. ترفع رأسها وتنظر إليك، ماذا ستفعل؟ ستبحث عن عصا طويلة وتصوبها في اتجاه الأفعى حتى تهاجمها بدلا منك، أم ستبتعد عنها لمسافة آمنة لتتجاوزها، أم أنك ستصدر صوت فحيح لإخافة الأفعى؟ يجب أن تتراجع إلى الخلف ببطء حتى لا تستفز الأفعى. والآن حينما تصبح بعيدا عنها كفاية، واصل طريقك كأن شيئا لم يكن. تقودك الخريطة إلى كهف جبلي، المكان مظلم للغاية ورطب بالداخل. تخرج مصباح الجيب لكنه لا يعمل، لقد نفدت البطارية. تدخل الأدغال وتصنع شعلة من الأغصان والأوراق، لكن في تلك الحالة تتهاطل الأمطار. دقق النظر في مدخل الكهف وفكر في طريقة لإنارته. الحل في جيبك، أطلق الإشارة الضوئية داخل الكهف. ينار المكان المظلم بضوء أحمر وتتمكن من رؤية الصندوق بالداخل. الصندوق ضخم لكنه لسوء الحظ خفيف جدا، وبالداخل تجد قطعة نقدية ذهبية تبدو حقيقية، لكن أين بقية الكنز؟ في هذه اللحظة ينطفئ الضوء الأحمر وتسمع رفرفة أجنحة. تنظر إلى فوق وترى مئات الأعين تشع في الظلام. خفافيش تصيح وتحلق في اتجاهك. ليس لديك وقت للهروب من الكهف، ولا تملك المزيد من الإشارات الضوئية. ماذا ستفعل؟ اختبئ داخل الصندوق فهو يتسع لك. تقفز بداخله وتغلق الغطاء. تحلق الخفافيش وتضرب بأجنحتها على الصندوق. ثمة صوت تحطم، يمكنك الشعور بالأرض تهتز تحت قدميك، ومن ثم يخيم الصمت على المكان. تخرج من الصندوق وتتجه ناحية المخرج، فتجد بأنه مسدود بأحجار ضخمة. لحسن الحظ لا يزال هاتفك يعمل ويمكنك التقاط إشارة. تتصل برجال الإنقاذ وتخبرهم بإحداثيات الجزيرة، لكن هذا لا يكفي، فالجزيرة فسيحة ويحتاج رجال الإنقاذ إلى الموقع المحدد. بماذا ستخبرهم؟ دخلت الأدغال في الجزء الجنوبي من الجزيرة وتركت الكثير من العلامات على الأشجار. يمكن لرجال الإنقاذ العثور عليك بفضل هذه العلامات. هذا كل شيء، والآن ما عليك سوى الانتظار. تمر بضع ساعات،
شربت جميع المياه واستسلمت إلى النوم. توقظك أشعة الشمس. لقد حرك أحدهم الصخور وأزاحها عن المخرج، لكن من فعل ذلك؟ رجال الإنقاذ أم شخص آخر؟ تخرج من المكان الثاني على الخريطة وتتجه إلى الموقع الأخير للكنز. تشق طريقك عبر الأدغال وتلاحظ دبا أشهب بالقرب منك. يراك أيضا ويقف على أرجله الخلفية. يبدو الوحش عدوانيا للغاية. تصرخ لتخيف الحيوان، لكنك لا تفلح. ماذا يجب أن تفعل؟ ستجري بأقصى سرعتك لأن الدببة خرقاء وعملاقة؟ أم ستتسلق أقرب شجرة وتجلس هناك حتى يغادر الدب؟ أو ستستلقي أرضا في وضعية الجنين ولا تتحرك؟ تجري الدببة بسرعة كبيرة، لذا سيلحق بك بسهولة. ويمكنها أيضا تسلق الأشجار، لذا استلقي على الأرضية وتسمر في مكانك. سيشمك الدب لبضع دقائق ومن ثم سيرحل. وفقا للخريطة وصلت إلى مكان الكنز الثالث، لكنك لم تجد شيئا في الأرجاء. لابد أنه مخفي تحت الأرض. قد يكون الألماس الطبيعي هنا، وقد يكون الذهب مخفيا هناك، وربما اللؤلؤ في مكان ما في الأرجاء. أين يجب أن تحفر؟ لقد وجدت سلفا ألماسا بلاستيكيا. ربما الألماس المخفي هنا مزيف أيضا، كما أن الألماس الحقيقي يستخرج من صخور أعماق الأرض، واللؤلؤ الطبيعي يوجد في قاع البحر. لا يعقل أن يكون هنا. يجب أن تحفر في المنطقة التي يوجد بها الذهب. تخرج مجرفتك وتحفر لبضع ساعات. تفتح الصندوق وتخرج القطع الذهبية من الكيس. والآن يجب أن تصل إلى قاربك بسرعة. لقد خيم الظلام وفي طريقك تلتقي بالقراصنة. يحملون سيوفا وببغاوات ويرتدون رقع العيون. يودون اللحاق بك وسرقة ذهبك. تدرك سريعا بأنهم ليسوا قراصنة حقيقيين، لكنهم يتظاهرون بذلك. كيف عرفت؟ يرتدي القرصان الأول ساعة يد، وينتعل القرصان الثاني أحذية رياضية، ويمسك الثالث بسيف مع ملصق تسعير على مقبضه. لقد كشفت أمر القراصنة، لكنهم لا يزالون يريدون الحصول على الذهب. تهرب وتختبئ منهم. ترى ثلاث أشجار فارعة الطول. أي شجرة يجب أن تتسلق؟ ثم أفعى سامة تختبئ بين أوراق الشجرة الأولى، وحينما تنظر إلى الشجرة الثانية ستلاحظ غصنا مكسورا. تتسلق الشجرة الثالثة وتنتظر رحيل القراصنة المزيفين. لماذا كل شيء مزيف هنا؟ ماذا يحدث بالضبط؟ في تلك اللحظة تسمع أحدهم ينادي اسمك. تنظر إلى الأسفل وترى قرصانا من الزومبي يتسلق الشجرة. تعتقد بأنه مجرد مجسم ثان، لكن يمسك القرصان بقدمك بيده الباردة والعظمية. تصرخ فيختفي القرصان. هل راودتك هلاوس؟ هل كان ذلك حلما أم حقيقة؟ كيف ستعرف ذلك؟ كان القرصان مجرد كابوس، فقد تسلقت الشجرة خلال الليل والآن حل الصباح. لقد نمت على الغصن طوال الوقت. تنزل وتذهب إلى القارب الذي استعملته للوصول إلى هنا. إنه في الجزء الجنوبي من الجزيرة، وتدرك بأنك تهت عن طريقك. وبسبب القراصنة المزيفين ضعت عن الاتجاه الصحيح. لكن كيف يمكنك الآن العثور على جهة الجنوب؟ يجب أن تنظر إلى الشمس، فهي تغرب في الغرب. لمعرفة اتجاه الجنوب ركز على الطحالب، فهي تنمو على الجانب الشمالي من الشجرة، وهذا يعني أن الجانب المقابل هو الجنوب. ماذا يجب أن تختار؟ أم أن هناك خيارا أسهل؟
لديك بوصلة، هل نسيت؟ تذهب إلى الجنوب وتصل إلى الشاطئ، لكنك لا ترى أي قارب. تنظر في الأرجاء وتدرك أن شخصاً ما قد جر قاربك إلى الأدغال. كيف عرفت ذلك؟ ثمة آثار أقدام إنسان وأخدود طويل خلفه القارب على الرمل. لقد دفعه شخص ما بالتأكيد. تتبع المسار وتجد القارب بين الأوراق وأغصان الأشجار، لكنك لا تهرع لإحضاره لأن هناك فخ. لماذا فكرت هكذا؟ خلف الأشجار ترى هيئة بشر. هناك يد بين الأغصان بجانب القارب. يجب أن ترحل من هناك بأسرع ما أمكن. تلتفت وراءك وتسمع كلمة مفاجأة. ها هم أصدقاؤك، حضروا هذا الاختبار كهدية بمناسبة عيد ميلادك. والجزيرة بأسرها مجرد متنزه كبير صمم خصيصا لمحاكاة حياة القراصنة، وجميع القراصنة هنا ممثلون، والكنز وسفينة الغارقة مجرد جزء من الديكور. لم تكن الأفعى سامة، والدب مروض، ولم يكن سيهاجمك قط. ما من كنوز حقيقية هنا. تحزن لكنك تسعد في الوقت ذاته لأنك خضت مغامرة حقيقية. والآن حان الوقت لرؤية نتائجك ومعرفة مدى براعتك. 0-4 نقاط. يبدو أنك لست معتادا على المشي في الأدغال وحياة البرية للبحث عن الكنوز. 5-8 نقاط. تحب المغامرات لكنك لا تتصرف كالمحترفين. يجب أن تدرب سرعة بديهتك وتفكيرك المنطقي. 9-12 نقطة. الأدغال والحيوانات البرية وخريطة الكنوز تعد جميعها تحديا للناس، أما بالنسبة لك فهي متعة. 13-15 نقطة. أنت مستكشف وصائد كنوز حقيقي. يمكنك بسهولة استكشاف أراض مجهولة والتعامل مع جميع المشاكل. عدت من استراحة الغداء واكتشفت أن أحدهم قد سرق من حقيبتك $30. كان لديك 4 مشتبه بهم، وهم ميلا وهنري وجاكسون وفيكتوريا. وعندما سألتهم عن النقود قالت ميلا أنها لم تأخذها، وقال هنري أنه متأكد تماما من أن جاكسون من أخذ النقود، وقال جاكسون مستحيل، هنري كاذب، وادعت فيكتوريا أن ميلا تقول الحقيقة. أحد هؤلاء فقط لا يكذب. إذن من سرق نقودك؟ إنها ميلا، هي وهنري وفيكتوريا يكذبون بينما يقول جاكسون الحقيقة. لو أخذ أي أحد آخر النقود فسيكون هناك أكثر من شخص صادق. هل يمكنك الحصول من 98-720 باستخدام حرف واحد فقط؟ أضف الحرف X بين 90 و 8. ستحصل على 90 ضرب 8 يساوي 720. اتصل صاحب مطعم بارادايس النباتي بالشرطة، وكان في حالة من الذعر حيث قال: هاجم شخص ما طاهي المطعم، نقل الطاهي إلى المستشفى قبل عدة دقائق، حتما أرسل منافسون شخصا لتدمير عملي. عندما وصل الضابط إلى المطعم علم أن 3 أشخاص كانوا في منطقة الموظفين عندما وقع الحادث. كان الطاهي الأول يقطع البصل عندما أصيب الطاهي، وقال للشرطة أنه لم يكن يرى جيدا بسبب الدموع. وكان الطاهي الثاني يقشر الجمبري عندما وقع الحادث، وأفاد بأنه كان يستمع إلى الموسيقى عبر سماعات الأذنين ولم يسمع شيئا. والشخص الثالث كان نادلة، وادعت أنها كانت تقدم عصير الليمون في الخارج. من الكاذب من بينهم؟ الطاهي الثاني هو المجرم. جمبري في مطعم نباتي، هل أنت جاد؟ هل يمكنك حل هذا اللغز بسرعة؟ هو يساوي 4، نحن يساوي 6، وقتي يساوي 8، عصفور يساوي 10، برتقالة يساوي ماذا؟ الإجابة الصحيحة هي 14، يساوي كل حرف 2.
كانت فاندا تسافر على متن القطار وكان الجو حارا في العربة. خلعت الفتاة سوارها الذهبي المزين بالماس ووضعته أمامها على المنضدة، وبعد عدة دقائق دخل القطار في نفق وحل ظلام دامس. وعندما غادر القطار النفق لم تجد الفتاة سوارها. صدمت فاندا عند فقدان سوارها وقالت: أحدهم أخذ سواري. لم يكن في العربة سوى 3 أشخاص آخرين. قالت هيلين أنها كانت نائمة، وقال راشيل أنه كان يقرأ كتابا على هاتفه، وذهبت غريغوري إلى الحمام قبل دخول القطار النفق. من أخذ سوار؟ إنها هيلين. قبل دخول النفق كانت ترفع أكمامها، لكن أكمامها الآن تغطي ذراعيها حتى الرسغين لإخفاء السوار. ماذا يحدث للنباتات عادة في فصول الرياضيات؟ تنمو لها جذور مربعة. دخل رجل إلى إحدى الغرف ورأى هناك 3 أبواب. كتب على الباب الأول ملاحظة تقول: إلى المستنقع. وكتب على الباب الثاني: بيت الأسد. ولم يكتب شيء على الباب الثالث، لكن كان الرجل يعلم جيدا المكان الذي يقود إليه هذا الباب. كيف عرف ذلك؟ إنه الباب الذي دخل من خلاله. تضاعف طول الزرافة الصغيرة كل شهر حتى وصلت إلى حجم أبيها. استغرق الأمر 10 أشهر. كم عدد الأشهر التي استغرقتها الزرافة الصغيرة لتنمو نصف طولها الحالي؟ تسعة أشهر. والآن انظر إلى هذين الشابين، من منهما لن ينجو برأيك؟ على الأرجح هو الفتى الذي على الجهة اليسرى. لا شك أن مقلاعه قد يسبب بعض الأذى للفتى الذي على الجهة اليمنى، لكنه سينجو حتما. وفور أن ينزل عن اللوح الخشبي سيسقط الفتى الآخر في الهاوية. اختفى رجل ثري من منزله واسمه السيد توماس جرين. عثر المحقق المكلف بحل القضية على ملاحظة في مسرح الجريمة. كانت الملاحظة تقول: 3 سبتمبر والثاني من نوفمبر والأول من مارس. تمكن المحقق من معرفة اسم المجرم المخفي في الملاحظة. المشتبه بهم هم جاك جرين ابن الرجل الثري ووريثه، وجون جرين زوجة الرجل، وتوم جاكوبسون وهو موظف لدى السيد جرين. اكتشف المحقق اسم المجرم بسرعة. هل يمكنك فعل ذلك أيضا؟ تشير هذه التواريخ إلى الحروف التي تحتاج إليها لمعرفة اسم الفاعل. فمثلاً يشير 3 سبتمبر إلى الحرف 3 من كلمة سبتمبر وهو حرف التاء، وهكذا. تبين أن توم له علاقة باختفاء السيد جرين. سلم أحد الطلاب ورقة الامتحان النهائي ووضعها فوق مجموعة من الأوراق الأخرى. في تلك الأثناء قال له المدرس: رأيت أنك تغش في الامتحان، سترسب تلقائياً. وعندما ظهرت نتائج الاختبار وجد الطالب أنه قد نجح. كيف حدث ذلك؟ لم يكن المدرس يعرف بالشخص الذي كان يغش بالضبط، لهذا صحح ورقة الاختبار كغيرها من الأوراق. بينما كنت تلعب تنس الطاولة سقطت كرتك في أنبوب معدني ضيق بعمق 30 سنتيمتر. كيف يمكنك إخراج الكرة من الأنبوب إن لم يكن بحوزتك سوى مضرب تنس وزجاجة مليئة بالماء ورباط حذائك؟ أسكب الماء الذي في الزجاجة في الأنبوب وسترتفع الكرة نحو السطح. لديك معادلة كتبت بعيدان الثقاب: 6+4=4. حرك عودة ثقاب واحد فقط لجعلها صحيحة. يجب أن تأخذ عودة ثقاب واحد من إشارة الجمع وتضيفه إلى رقم 6 ليصبح 8.
ثم ستصبح المعادلة 8 ناقص 4 يساوي 4. دعيت بريانا المطربة الشابة الشهيرة التي سجلت ألبومها الأول قبل نصف عام فقط لأداء حفل موسيقي، ولكن عندما حان دورها للغناء لم تظهر بريانا على خشبة المسرح، وعثر عليها في غرفة الملابس فاقدة للوعي. عندما وصل رجال الشرطة استجوبوا 3 مطربات أخريات كن سيغنين في ذلك اليوم. قالت كاميلا: أنا جديدة في الغناء لذا أتيت إلى بريانا لأخذ بعض النصائح لكن لم أضربها. صرخت سكارلت قائلة: أخي الأصغر معجب ببريانا، إنه يستمع إلى أغانيها منذ سنوات حتى أني أخذت توقيعها من أجله. وقالت صوفيا: لم أرى بريانا حتى، كنت متوترة جدا قبل الصعود على المسرح ولم أغادر غرفة تبديل الملابس. من ضرب بريانا؟ إنها سكارلت. قالت إن شقيقها معجب ببريانا منذ سنوات، لكن أصدرت المغنية أغنيتها الأولى قبل 6 أشهر فقط. سأعطيك 3 تلميحات، ومهمتك العثور على رقم مكون من 4 أرقام. أول رقم لا قيمة له، ورقم الثاني والرابع صورتان معكوستان لبعضهما البعض، ورقم الثالث نصف الثاني. الرقم هو 0848، الصفر بلا قيمة، ورقمان 8 يعكسان بعضهما البعض، والأربعة نصف الثمانية. نادرا ما تلمسه وغالبا ما تعقده، وإن كنت ذكيا ستستخدمه جيدا. ما هو؟ إنه لسانك. أقلعت الطائرتان في اللحظة ذاتها وحلقتا فوق المحيط الأطلسي، لكن كانت إحداهما متجهة من نيويورك إلى باريس، وغادرت الطائرة الثانية باريس متجهة إلى نيويورك. كانت سرعة الطائرة الأولى تحلق بسرعة 1300 كيلومتر في الساعة، وكانت الطائرة الثانية تحلق بسرعة 1400 كيلومتر في الساعة. أي الطائرتين كانت أقرب إلى باريس عندما التقيتا؟ بما أنهما التقيتا فهذا يعني أنهما في المكان ذاته، أي تبعدان عن باريس المسافة نفسها. تنتج شركتك الأحذية وتملك مصنعين في مدينتين مختلفتين. يسرق عمال المصنعين الأحذية باستمرار وعليك وضع حد لذلك، لكن لا يمكنك الاستعانة بأي إجراءات أخرى للسلامة. كيف يمكنك فعل ذلك؟ يجب أن يبدأ إحداهما بإنتاج الفردات اليمنى من الأحذية، ويبدأ المصنع الثاني بإنتاج الفردات اليسرى.